انا مش عايز ادخل حضرتك في التفاصيل. عظيم. لا اقول لحضرتك باختصار. اقول لحضرتك باختصار. حضرتك جايب وزير او جايب رئيس وزراء او جايب سيد جايب حسني جايب الدكتور احمد جايب احد. لازم الراجل اللي جاي ده يبقى عنده رؤيه. نمره واحد. مش حاجي وبعدين اجرب. انا عندي رؤيه. الرؤيه دي تعمل استراتيجيه. الاستراتيجيه دي تعمل اجراءات. 1 2 3 4 10 وبشكل سريع. بالظبط كده. وفعلي وفوري وحازم وحازم وعملي. طيب هنرجع للسنة. ثم محاسبة لماذا لم ينفذ ده كلام محتاج تفاصيل. نستنى شوية ونروح للدكتور أحمد. دكتور أحمد كما ذكر دكتور حسني أن مشاكل التعليم عندنا في مصر بقالها عقود. إلى أي مدى يتفق هذا القول على مشاكل الصحة اللي موجودة في مصر؟ لا ده أنا أتفق مع أستاذنا تماما. 100% ومشاكل الصحة والتعليم في الحقيقة يعني لو حضرتك تدرس إحنا يعني تعبنا بده في سنوات طويلة وبنلاحظ بنفس وفي وقت كنا عملنا تحالف مع بعض النقابات يعني وإحنا من النقابات المستقلة للتعليم وكده للمطالبة بده من قبل حتى الثورة. وما زلنا باذن الله لما نفضح احنا كلنا ونشغل في مجاله. نعم. لكن هي هتلاقيها حضرتك كوبي بيست نفس متطابقه الاسباب والدوافع والمشهد على الارض. المشهد على الارض معلم ما بياخدش اجور الطبيب كمان ما بياخدش اجور مناسبه الامكانيات في مستشفى مبنى لطيف ساعات بيبقى مدهون ومستشفى كذلك مكتوب عليها اشعارات حلوه وجوه ما فيش تعليم نفس القصه. كان في تمثيليه تعليم وتمثيليه صحه في الحقيقه في عهد مبارك بالذات طبعا في بوادر قبل كده لكن كان في عهد تتمثل في ايه بقى وده اللي بيقلقنا بدايه الرؤيه خالص احتقار حصه الصحه واحتقار حصه التعليم في وضع الموازنه وده كان حقيقه كان بيسلكوا على ان هم بيسلكوا لصالح فئه ومصالح مرتبطه بعيله كما نعرف كلنا دي اسباب الثوره وبيوزعوا الموازنه على الاساس ده كل ما يزنقوا ياخدوا يجوا على الصحه والتعليم باعتبارها رؤيه متخلفه جدا ان دي وزارات ما بتجيبش فلوس ويدللوا العاملين في الوزارات اللي بتجيب الفلوس مع ان هي الفلوس واحد مفروض تمول شعبه امه فدي قصة. توفير 22 مليار جنيه للصحه والتعليم انا ليه لو تديني حضرتك بعد دلوقتي في مجموعه حاجه طبعا احنا يعني احنا كنقابه ما احناش اهدافنا المفروض النقابه اللي ارتبط في ذهن الناس وده عايز اصلحه ان النقابات دايما بتصوصو وتجري على اجور او شويه مزايا ماليه لاعضائها فقط الحقيقه مش كده خالص احنا عندنا عشان الرؤيه سليمه واحنا ناس لنا التزام مهني وانساني ووطني والامور حتى لما تدرسها هتلاقي مش ممكن يحصل اوضاع مزريه لطبيب من غير ما يبقى اوضاع مزريه للمريض لان هو الاصل هو احتقار الصحة كلها واحتقار حال الشعب عموما ونهب أمواله مثلا في العهد السابق طيب عايزين نصلح ده بقى اللي هيتكلم جد لازم هيعمل خدمة متوازنة يبقى اللي بيشتغل يشتغل بكرامة احنا شعارنا هو أجر عادل للفريق الطبي وعلاج حقيقي للمواطنين وبما يرضي الله ونحن نعي ان المشاكل بقى لها 20 سنه مش هتحل في يوم ولكن اهم حاجه الاراده السياسيه والرؤيه زي ما بيقول استاذنا الرؤيه يعني التشخيص للمشكله ودي اللي هيحدد لي الاولويات الخطه الصحيحه يعني ما كلنا هنقول كلام كويس في العموم نهدف في الاخر لان احنا وضعنا الصحي يبقى زي ارقى الدول جميل خدمه جميله للمواطن وكامله وشامله ومفيش حد يخرج منها ازاي الاجل والعاجل ده المهم جدا احنا عملنا في دار الحكمه اكتر من ندوه على هذا الموضوع على السياسات الصحيه احنا بقى لنا 6 أشهر هذا المجلس يعني ما بعد مجلس الاخوان اللي كان متطابق مع يعني متماشي مع السياسات دي بس بيرتزق منها مش بيصلحها 20 سنه احنا رؤيتنا دلوقتي عملنا اكتر من ندوه عن التامين الصحي ودعينا الخبراء والوزاره والمعارضين والمجتمع المدني ندوه عن سياسات الصحه وعن الاولويات ايام الحمله الرئاسيه عشان نكلم ايا كان المرشحين ان المفروض اولويات الصحه في مصر كذا وندوه اخرى واحنا بصدد خلينا بس يعني اقتراح مجموعه الاولويات المطلوبه انا عارف يعني خلينا الناس بتسمع حضرتك او بتشوفك دلوقتي يعني ايه الاولويات اللي حضرتك بتشوفها في قطاع الصحه تحديدا بالزبط. لو بنتكلم ما عملناش ايه ولكن ودي الحاجه اللي فيها اختلاف شويه مع الوضع الحاصل احنا شايفين انه طبعا الدستور اللي احنا حاولنا وانتزع وحصل خطوه مهمه للامام ان ماده الصحه بقت ماده فيها ايجابيات كثيره جدا قبل كده ومن اهم ما فيها تخصيص وتحديد والزام لوضع الموازنه والمحافظه وموزع ثروات الوطن بنسبه 15% من الانفاق الحكومي ده وده اقل ما فيها تسداد ما تقلش عن كده وطبعا ادى مهله للتنفيذ 3 سنوات. طيب وده بالنسبه لنا التوجه اول حاجه مثلا في موازنه السنه دي كان معيار لينا لاي مدى احنا بنتحرك في هذا الاتجاه. النسبه ايام في مبارك وما بعده حتى كانت ما بتزيدش عن 5% ووصل الاجرام بيهم في سنه من السنين نزلت عن 3% يعني ايام مبارك. طيب احنا بنعمل ايه بقى بعد السنه اللي فاتت كنا 34 مليار.
واخد بال حضرتك؟ وبشرنا في اعداد المشروع الموازنه من شهرين وكده، وهم بيبتدوا ان احنا هنبقى 51 مليار، وده بدايه للتوجه الجديد، اذا زياده 50% عن السابق. طبعا لسه ما زلنا محتاجين، يجي لنا ناقص لنا 90 مليار عشان نبقى الحد الادنى بتاع 15، ولكن قلنا كويس لما يجي ينزل حسب ما سمعنا دلوقتي ان نزلنا تاني ل 42 او غيره، بحيث يبقى الزياده عن السنه اللي فاتت 7-8 مليار، ودي ما هيش زياده فعليه لان في زياده تضخم في كل مستلزمات الادويه، وفي 2 مليون روح اضيفت انا مسؤول عنهم صحيا، وفي عشرات الالاف من فريق الطب يعينوا جديد في واذا لما تلاقي حضرتك بتحس ان اذا مستوى الخدمه ومستوى الانفاق والنظره لحصه المواطنين في الصحه اذا زي ما هي، دي حاجه يعني احنا مستغربينها شويه. ومع ذلك القصه مش كلها فلوس بقى، يعني احنا بس احنا يهمنا شايفين التوجه. طب اول حاجه في التوجه الداني حصه كبيره لسه، ما الحصه ما اتحركتش بالشكل الكافي، معنى احنا عارفين ان مزنوق جدا لبيض على الموازنه الحاليه، ان في كساد وفي انكماش وفي ديون وغيره، مش عايزين نزود العجز، بس اجي على مين؟ هو جه في الحقيقه على الصحه والتعليم، يمكن ده اللي احنا نقدر نتناقش فيها، ولو كانوا عملوا مناقشه مجتمعيه لهذه الموازنه. للاسف انا بكلم حضرتك واضح بس للساده المشاهدين، التفاصيل مش معلنه، احنا بنذكر ان في 22 مليار جنيه سيتم توجيهها يعني زياده. حضرتك في كلام حضرتك معنى كده ان الخدمه الصحيه او الطبيه اللي هيحصل عليها المواطن مش هيحصل فيها اي تغيير نتيجه التضخم؟ أنا لسه ما كملتش. هو طبعا ده اكيد، لا ده يعني احنا بنزيد فوق 2 مليون مولود سنويا، اكتر من 2 مليون، ونسبه التضخم اقل ما فيها 15% للمستلزمات او غيره، احسبيها حضرتك واخد بالك. فاذا لو انا زودت عن 34 15% منهم اللي هم خمسه كمان، يبقى 39 مثلا، لو حطيت 39 ما عملتش حاجه، او 40 اللي موجود دلوقتي 42. احنا بنتكلم ان ال 39 وال 40 دي 5% اللي هي تلت اللي عايزينه. نعم. فلما اجي اتحرك في اتجاه ان ابقى استعيد التلتين اللي هم بتاع 100 مليار واروح مدي اتنين، معلش يا دكتور، ما هي برضه يعني هي هو بيقول لك برضه واحده واحده، لان الموازنه كلها محدوده، يعني احنا عندنا مشاكل كبيره، فهو بيقول لك واحده واحده. ما انا بقول المهم يكون أنا في استغلال امثل للرقم على فكره، مش بس الرقم بس، ما انا بقول لحضرتك انا اللي قلقني مش الرقم، بس حتى كمان هو ما اعلنش بدقه قوي لغايه دلوقتي، يعني انا جايب بقى شويه اللي اعرفهم عن موضوع عادتنا من بيان المالي لسياده وزير الماليه، يعني حتى وزير الصحه اللي احنا جهه مختصه وايد بايد، مفروض ان احنا بنطرح نفسنا كشركاء لي في 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 تصميم وتخطيط الخدمه الصحيه، يعني لازم يكون لنا راي لان احنا موجودين على الارض. طب دعنا دكتور، لم نستشار في ذلك، لم تعلن للان التفاصيل. طب دعنا دكتور احمد، دعنا مع دكتور حسني نعرف القيمه المخصصه لميزانيه التعليم في هذا العام وفق الموازنه ووفق الرقم اللي احنا ذكرناه، لا الرقم 20 مليار، الرقم اللي حضرتك ذكرتيه او اللي اعلن ما زال حتى الان لم يحدد الى اي، يعني مثلا قطاع التعليم هياخد قطاع التعليم قد ايه وقطاع الصحه بالظبط، لان كان مطلوب لوزاره التربيه والتعليم وللتعليم العالي مبالغ يعني تقريبا اكتر من كده، انما وفقا لظروف الدوله خلاص يبقى ده احنا هنمشي كده. بس انا باكد على كلام معالي الدكتور وهو بيقول ان احنا قعدنا نضحك، يعني مثلا احنا قعدنا مده طويله جدا، هو نفس شغلة الطبيب كده، ندعي اننا نعطي المعلم حقه مثلا، والمعلم قعد سنوات طويله يدعي انه يعطينا حقنا، فلا احنا ادينا له حقه ولا هو ادانا حقنا، وبالتالي ده مشكله من مشكلات تفاقمت جدا، الدروس الخصوصيه وغيرها من المشكلات في اعداد المعلم وغيره. عشان كده ميزانيه التعليم طبعا 22 مليار، لو هنفترض ان مثلا وزاره التربيه والتعليم هتاخد 7-8، وزاره التعليم العالي تاخد 3-4، والبحث العلمي ياخد 2، والصحه تاخد 10 مثلا، لو افترضنا كده، ده حتى الان غير معلن، يعني ما حدش يقدر يقول انه انا شخصيا ما عنديش معلومه، لو حد عنده معلومه يقولها لنا، انا شخصيا ما عنديش. طب الخمسه ميم اللي حضرتك تحدثت عنهم، نعم، يعني في استراتيجية موضوعة للنهوض بالخمسة ميم، المعلم والمناهج والمبنى و باقي، هي الوزارة بتشتغل على كده ده حقيقي. يعني مثلا وزير التربية والتعليم انا حسب علمي ان هو فعلا ذهب الامارات، وان الامارات تبرعت ببعض المدارس، خد بال حضرتك في بناء لبعض المدارس ده، لكن ده ما هوش كافي للأمانة، يعني عشان نبقى عندنا يعني شفافية مع الناس. حضرتك احنا بنزيد نسبة الأمية بتزيد على الأقل 450 ألف كل عام، يعني زي ما الدكتور بيقول لحضرتك ان احنا بيزيد عندنا المواليد
2 مثلا مليون ولذلك دول بيبقوا عبء على وزارة الصحة. ايضا حضرتك بتلاقي ان هذا العدد لا يجد مكانا في الصف الاول الابتدائي وبالتالي بيتحول على طول للأمية. نعم. الى جانب مسألة التسرب، الى جانب مسألة ان انت حضرتك اخر تقرير لمجلس الشعب بتاع 2010 اللي هو مش اللي كان 2000 اللي هو كان قبله يعني اللي هو كان فيه الدكتور عمر شريف رئيس لجنة التعليم واخد بال حضرتك، كان هذا التقرير اللي خرج في 2009 بيقول ان في حوالي 85% من المدارس غير صالحة. فايضا هذه المدارس محتاجة الى ابواب وشبابيك الى ادوارات مياه الى اخره. فحضرتك عندك ده جزء المبنى ده مشكلة يعني، وده حاجات مالية. اعداد المعلم ايضا مشكلة لان في اختياره في اعداده داخل كلية التربية ثم في تدريبه. لكن مثلا وزارة التربية والتعليم اتفقت في الشهور الماضية السابقة ديت مع كلية التربية جامعة عين شمس على اعطاء دورات تدريبية للمعلمين في تربية عين شمس، ده شيء جيد جدا. بس نقدر نقول ان هو ايضا مش كافي يعني، ما هو ده مش هيغطي كل المعلمين على مستوى بالظبط كده، لانه مش هيغطي كل المعلمين. لان حضرتك عندك مثلا 1,200,000 معلم كل مش معظمهم تربويين يعني، كتير منهم مش تربويين، وحتى التربوي اللي فيهم لم ياخذ حظا جيدا لا في اعداده داخل الكليه ولا في تدريبه بعد الخروج. لان المعلم ده ما يكتفاش ان هو يتخرج، لا ده لما يتخرج ده يظل يتدرب على الاقل كل 3 سنوات ياخذ دوره تدريبيه تنشيطيه عشان يعرف ايه الجديد الى اخره يعني. المناهج اعتقد ان هم شغالين الى حد كويس في المناهج، لكن ايضا الرؤيه ما هيش جيده قوي، انما معقوله يعني ايه ماشيه يعني. طب دكتور يعني نعم. حضرتك لما بتتكلم يعني احنا بنشتغل على محور وباقي المحاور ربما تكون في صعوبه في التعاطي معها نتيجه عدم توافر الاموال اللازمه الميزانيه. نعم. لكن فكره ان المناهج الفصول المعلم بره لما بيتكلموا عن منظومه التعليم بيتكلموا عنها بصوره شامله. صحيح. ان كل المحاور يتم التعامل معها في وقت واحد. نعم. امتى نوصل ان احنا بنتعامل مع مشكلة التعليم مش كلام انشاء ولا تنظير زي ما فوزي كان بيقول في اول البرنامج، ان احنا بنتعامل فعلا مع المشكلة في حدود الامكانيات المتاحة نحقق افضل الـ الـ يعني الـ الـ ما يمكن تحقيقه في ظل هذه في الوقت الوقت الحاضر ما يعني ما فيش امال عريضة قوي. وهقول لحضرتك مثال بسيط جدا، مشكله التعليم الفني في مصر. مشكله التعليم الفني في مصر اللي هو وزير التربيه والتعليم الحالي ده اللي هو محمود كمال محمود ابو النصر كان وكيل وزاره للتعليم الفني في وقت من الاوقات قبل ما يبقى وزير، واخد بال حضرتك مثلا هو يدركها تماما واتكلمنا فيها كتير الاخ. هذا التعليم الفني عنده مشاكل خطيره جدا، لان التعليم الفني ده ممكن يحل كتير جدا من مشاكل التعليم. على سبيل المثال المدرسة الفنية تكلف الدولة 7 أضعاف المدرسة الثانوية العامة. يعني لو أنا ببني مدرسة فنية واحدة المدرسة الفنية دي تكلفني 7 أضعاف مدرسة ثانوية عامة. طب هو برضه اللي بيشوفنا يقول لك اه ما عشان كده الدولة عملت نائب وزير التعليم للتعليم ده عظيم جدا في اتجاه انه تكون وزارة مستقلة بالظبط كده وزارة التعليم الفني. هذا الكلام احنا بنشتغل عليه بقالنا 4 سنين في مركز قوم بحوث وفي غيرها من المراكز وعملنا دراسات. ايه المشاكل اللي هتتحل يعني؟ اقول لحضرتك وزارة التعليم الفني ايه اللي عظيم جدا اقول لحضرتك وده كان اقتراحات وقدمناها من اكتر من سنتين وفقا لبحوث جادة مخلصة. ولذلك احنا محتاجين إرادة جيدة إدارة جيدة وإرادة زي الأستاذة كده ما تفضل. محتاجين نعمل إيه الكلام ده؟ مثلا من ضمن الحلول والمقترحات واللي ممكن تبقى سهلة جدا وتحل مشكلات كبيرة قوي، إن التعليم الفني ده يشارك فيه 8-9 وزارات. بمعنى إيه حضرتك؟ بمعنى إن التعليم الفني يشترك فيه وزارة الإنتاج الحربي، يشارك في وزارة الصناعة والتجارة، يشارك في وزارة الصناعة السياحة، يشارك في وزارة الصحة وغيرها بقى من الوزارات. ليه؟ لأن أنا عايز الولد ده اللي يدخل المدرسة الصناعية
يدرب تدريب جيد. وعايز المصنع اللي هو هيروح يشتغل فيه يبقى هو عايز المتدرب ده. فبالتالي لازم يشارك معايا وانا بعمل له المنهج بتاعه، اقول له انت عايز مهاراته بشكلها ايه؟ لان هي عشان ما نتكلمش بس مع الناس كلام فني ممكن يبقى يعني صعب على بعض الناس يعني. فنقول له المهارات اللي انت طالبها في ده ايه؟ ولذلك نضع له المنهج. هو بقى بيشاركنا في ايه بقى؟ الوزاره دي سواء وزاره الصحه او السياحه او غيرها من الوزارات، واخد بال حضرتك؟ ان هو هيدرب الولد ده عنده، وبالتالي هو بيتحمل تكلفه، يعني بدل ما وزاره التربيه والتعليم تتحمل التدريب تكلفه كل التكلفه، لا ده وزاره التربيه والتعليم دي كل اللي تعمله انها المبنى ده، حتى المبنى ممكن وزاره الاسكان ايضا تشارك فيه، لان احنا ايضا ممكن نخرج فن براده وفن تبريد وفن بتاع ديكور وفن الى اخره، مسال وكل حاجه خلاص. ولذلك وزاره الاسكان دي تساهم معانا في ده، وزاره الانتاج الحربي هتساهم معانا في ده، وهكذا. فبتشيل عبء كبير جدا من ميزانيه وزاره التربيه والتعليم عن الوزاره، وايضا نخرج منتج جيد، لان مع الاسف التعليم الفني لا يخرج متعلم جيد، وبالتالي لما بيخرج لسوق العمل هو لا يعمل وبلا قيمه. وبلا قيمه، يبقى حضرتك اهدرت اموال واهدرت معلمين واهدرت مناهج وما خرجتش حاجه، وزودت البطاله وزودت والله يكرم حضرتك. لان نسبه البطاله اللي هي واصله عندنا ل 14% مثلا كما يقال، و2 من 10 كل بتزيد وبتزيد ودون فائده. اذا ده حل كبير جدا لمشكله من المشكلات. انا اقول للناس بتوع التمريض انتوا عايزين ايه؟ عايزين كذا، ويشارك معايا في منهج، يقعد معايا على الترابيزه كده واحنا بنعمل المنهج بتاعه ده، وعايزين المهارات بتاعته كذا كذا كذا. ما ينفعش ان حضرتك تدرب الولد في مدرسه صناعيه، لا دربه في المصنع، لان المصنع ده هو اللي هيشغله. صحيح. نعم. يخرج بقى يعمل تلاجات، يخرج يعمل بوتاجازات، يطلع يبقى مبيض، يبقى بتاع إشاني، يبقى زي ده حل. وعلى فكرة الدول المتقدمة تقدمت بالتعليم الفني. نعم. لأن هو ده العامل الفني. طب دكتور أحمد، يعني تحدثنا عن أن الطبيب طبعا من حقه أن هو ياخد الأموال اللي يستحقها نظير الخدمة اللي بيقدمها للمرضى، لكن ألا ترى ونحن الآن في ظرف حرج بالنسبة للوطن أن المفروض يعني يتنزه الأطباء بعض الشيء عن المطالب المادية، ويتم توجيه الدعم المادي الجديد أو الوفرة المتوفرة بالنسبة للصحة لقطاعات أخرى من خدمة علاجية حقيقية توجه للمرضى، أكثر من الاهتمام بتوفير المستوى المادي على الأقل بعض الوقت حتى ده مبدأ ما فيهوش فصال خالص. وهنا كويس ان حضرتك اتحت لنا فرصه ان نزيل اي لبس في هذه النقطه. نعم. عشان المواضيع بتتحل لما بيتكلموا الاطباء او نتكلم عن برنامج على بعض لتحسين الصحه، يروحوا ينقوا منه ده انتوا في جزئيه منه تحسين احوال الاطباء وبدرجات وبقدر احنا شايفينه متناسب او غيره، بيروح بيتاخد من كل الكلام ده ان النقابه عامله شغل علشان فقط الرواتب او غيره. انا معاكي تماما ان احنا كلنا كمصريين لازم محدش ابدا هيحصل على كل ما يستحقه من اجر كريم وعادل في اللحظه الحاليه، ده اكيد واحنا مسلمين بذلك. بس الى اي مدى التنازلات بقى، الى اي مدى الحلول الوسط؟ في نقطه تانية مهمه جدا، الناس كلها ممكن تكون يعني ترضى بتضحيات لما يكون الكل بيضحي، او توزيع اللي بيوزع الموارد مزنوق فعلا، او مزنوق فعلا وبيوزع صح. هذه النقطة اللي بيضايق الناس بقى، ما تلاقيش المستشار بياخد 300,000 والطبيب بالظبط. ادي واحدة، ده مش بس مخرجة، ادي واحدة، لا مش اشمعنى انا كمان، ده انا في ارقى مهنة وقاعد في التكييف وانا في غرفة العملية. بيننا حضرتك يعني بيننا احنا نفسنا لغاية النهاردة احنا بحة صوتنا وبعيدها تاني قدام حضرتك للسادة في وزارة المالية ووزارة الصحة، فين التوزيع اجور الفريق الطبي التفريزه بتاعتها؟ لان دايما يكلمون هي المبلغ كبير، هو كبير فعلا، طب تعالى بيتوزع ازاي؟ ما حدش ابدا يديك التفاصيل دي. احنا كنخابه طالبنا رسميا واحرجنا في الاعلام هنا تحديات ان بيتوزع ازاي، لان احنا بقى جوه المستشفيات شايفين. يا دكتور احمد بس انا عايز اقول لحضرتك عشان ممكن انا فعلا محتفظ بحق سيادتك عشان بس النقط تبقى مع بعضها. احنا شايفين انا اقدر اضحي كثيرا، لكن لما الاقي الجو العام فيه تضحيه. صحيح. لكن اضحي وانا شايف في مستشفى انا بطالب بألح على جهاز مهم للترذيذ مثلا اكتر من جهاز، يعني على خط اكسجين بدل ما بتشيل الام اللي لسه بترضع كمان شايله بتساعد العامل في زقه انبوبه عاوزناها 20 كيلو، وبعدين الاقي مستشفى ب 17 مليون جنيه بيتعمل تجديدات للالومنيوم والسلم والسيراميك اللي متعدل لسه من 4 سنين، هناك هدر قدامي.
لما تقول لي اضحي وانا شايف الهدر ده اللي فوق معاه مليونات بدل ما يدوني جزء من حقي يخلوا تضحياتي اقل، لا يخليني اضحي كتير زي ما انا ويعمل هو سيراميك والناس دي تكسب. يبقى فساد. ما هو دي النقطه اللي هي الناس برضه عايزه تشتغل. مش كل كلامنا على حجم الفلوس ولا اللي جايه لنا ولا في الارصفه اللي بتتكسر وتتعمل وتتعمل اسوء مكان. ما ده بلفت نظر حضرتك بقى. اذا القصه مش بس مزنوقيه في الموازنه او كم، لا كمان كيف. وانا بلفت النظر واحنا في الندوات اللي قلت لحضرتك عليها القريبه جدا عملناها لسه لفتنا النظر. الجميل جدا ان تنتبه الدوله وتخصص مبالغ اكتر للصحه والتعليم، ولكن لا بد من تغيير القيادات والفكر اللي بيوزع، لان مهما ضخيت حضرتك في الماكينه الحاليه اللي نفس مرتبط بكل حاجه الادارات الفاسده للاسف اللي صحيح. بتوزع كده اللي شايفاني وانا مضحي ومريض بيضحي وهو ما يضحيش وهو لسه بيعمل صفقه المقاولات اللي يسرسب فلوس الدواء يوديها عند المقاوله لانه بيكسب فيها. ده حاصل وحذرنا وقلنا لابد من تغيير هذه القيادات، عزلها وتجديد الدم بقيادات اخرى ويستعين بينا وبالمجتمع المدني في الضغط في هذه العركه. طيب لازم دي اللحظه المناسبه حضرتك. احنا عندنا مشكله، احنا كلنا بنضحك. انا جاي عايز اتكلم ان شايفين بعنينا مثلا بص فرصه عقب بس حاجه بنتكلم عن مدارس كتيره بتتبني في اللحظه الحاليه. احنا عندنا محتاجين وحدات صحيه، لكن محتاجين ان نشغل المئات الوحدات الصحيه مبنى لطيف وشيك وكان اتصرف عليه ايام يوسف بطرس غالي مع الجبلي عشان يبقى شيك ودمه خفيف، وبعدين اتقفل وكانوا عايزين حتى يبقوا بعد ما تكلف 10 مليون الوحده بنص مليون. لا ده انا هقول لسيادتك الاهم من ده بقى، انت ما تنزل بقى اليوم دي جاي 250 مليون وفي اخبار بنفس في حد فكره هو معاه 250 مليون دلوقتي يعمل لي 100 وحده صحيه بيقول على كده. احنا بنقول دي جريمه وقفوها بقى. شغلوا بمبلغ المبلغ ده بانفاق بسيط على توفير ممرضه بتعاقد او بغيره، توفير معمل صغير، توفير شويه دواء ب 20,000 للوحده الواحده هتحيي مئات الوحدات اللي حاصله. ما تعمليش اولاد سيراميك جديده. ممكن تديني فرصه بس يا دكتور؟ دي حاجه من الاولويات اللي احنا بنقول دلوقتي حالا للموازنه. يا دكتور احمد كانت اتناقشت معانا من شهرين كنا لفتنا النظر. يا دكتور احمد اما تنزل القرى بتلاقي وحدات شيك زي ما حضرتك بتقول مبنيه وتكلف عليها يعني. لا بالفعل في وحدات بعض الشركات التكامل في الارياف مئات وتصرف عليها من 2 ل 10 مليون مبالغ كبيره جدا وتلاقي لا وحتى لو شغاله لا بتلاقي فيها دكتور ولا بتلاقي فيها علاج. اداره يعني بتلاقي اداره الموارد البشريه والماليه في منتهى السوء. طب ده بياخد وده جاي منين؟ ده خرم كبير في ايه؟ في ماليه لازم يتسد كده بغض النظر بنضخ فيه قد ايه. اه زي المستشفيات الحكوميه برضه اللي بتخش لا تلاقي دكتور ولا تلاقي علاج. بالظبط. لا ممكن تلاقي الدكتور ومريضه ومفيش العلاج ده ده الوضع الاكثر. والاكثر ان المريض مسؤول عن انه يجيب الادويه والمستلزمات الطبيه بالكامل. اولوياتنا بقى كفايه سيراميك.